السؤال الأخير معلش شيخ أحمد. تفضل. عزكم الله جميعا، هل القيء ينقض الوضوء وهل هو طاهر أم نجس؟ وهل يستوي في ذلك قي الصغير والكبير؟ أفيدونا أفادكم الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أبو صالح في سؤاله الآخر يقول أكرمكم الله، هل القي ينقض الوضوء وهل هو طاهر أم نجس، والفرق بين القي الصغير والكبير؟ القي لا ينقض الوضوء على الصحيح وليس نجسا أيضا، إنما يستحب له الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا يدل على استحباب الوضوء عند غلبة القي، سواء كان بطلب منه أو كان غلب عليه، فيسن له الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بالقي هناك تفصيل عند بعض الفقهاء، فيقول إذا خرج متغيرا فإنه نجس، وإذا لم يخرج متغيرا فإنه طاهر، والصواب أنه طاهر في كل أحواله. نعم. ليس نجسا، لأن النجاسة حكم شرعي. صحيح. وإذا كان حكما شرعيا فلا بد من دليل، فيقال لمن قال إن القيء نجس ما دليلك على نجاسته؟ إذا لم يكن دليل فالأصل الطهارة. نعم.